السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والجزء الأخير من درس التنمية الزراعية والحيوانية اللي هنتكلم فيه عن الثروة السمكية. طبعا قبل نتكلم عن الثروة السمكية اللي هي موجودة في المياه بنوعيها المالح والعذب البحري والداخلي، عايزين نقول إن موارد المياه مش متمثلة في الثروة السمكية بس، زي ما قلنا إن المراعي مش مجرد للحيوانات المستأنسة أو الحيوانات اللي بيستفيد منها الإنسان بس. فمثلا موارد المياه فيها لؤلؤ، فيها اسفنج، وده حيوان بحري وهتشوفوا صورته ورا مني، وله استخدامات في مجال الدواء والطب، وفي أملاح، وفي ثروات معدنية وممكن نستغلها كمصادر للطاقة وبنستغلها في النقل. فموارد المياه كتير، لكن أهم مورد من موارد المياه هو الثروة السمكية، لأن احنا اتكلمنا عن دورها قبل كده في تحقيق الأمن الغذائي. 14% من بروتين الإنسان على مستوى العالم من الثروة السمكية، بتوفر فرص عمل للناس. ما في ناس بتصطاد، السمك مش هيطلع لوحده من البحر ويجي لنا، في ناس هتشتغل وهتصطاد، وكمان ممكن يتصدر ويدخل نقد أو يبقى يوفر دخل قومي لكثير من الدول اللي ممكن تصدر. ده بالنسبة للثروة السمكية. طب هل في الوطن العربي فيه ثروة سمكية؟ أكيد، زي ما شايفين الخريطة قدامكم، أنا عندي في الوطن العربي مسطحات مائية كبيرة، عندي محيطين، المحيط الأطلنطي في الغرب والمحيط الهندي في الشرق والجنوب، وعندي بحار، عند البحر المتوسط في الشمال، البحر الأحمر في الوسط، والخليج العربي في الشرق، وعندي خلجان أصغر شوية زي خليجي البحر الأحمر العقب والسويس، وخلجان وبحار المحيط الهندي زي خليج عمان وخليج عدن والبحر العربي. مسطحات مائية كبيرة، محيطات وبحار، سواحل طويلة أكتر من 20,000 كيلو سواحل، غير المصايد الداخلية، الأنهار والترع والمصارف والبحيرات والمزارع السمكية. كل ده يبقى أكيد عندي إنتاج كبير جدا من الأسماك في الوطن العربي. لا، للأسف الإنتاج السمكي في الوطن العربي لا يتناسب مع طول السواحل في الوطن العربي. ليه؟ أكيد في أسباب. قبل ما نتكلم عن معوقات الإنتاج السمكي في الوطن العربي أو ليه الإنتاج الأسماك مش متناسب مع طول الساحل، هنتكلم عن الدول المنتجة للأسماك في الوطن العربي. عندي الدول المنتجة للأسماك في الوطن العربي زي ما شايفين على الخريطة اللي قدامكم، في عندي لونين، في اللون اللي بيعبر عن المصايد البحرية، المحيطات والبحار والخلجان اللي اتكلمنا عنها، ودي هلاقيهم زي ما انتم شايفين قدامكم على الخريطة. عندي المغرب رقم 1، موريتانيا رقم 2، عمان رقم 3، اليمن رقم 4، ولو هتلاحظوا هتلاقوهم كلهم بيطلوا على محيطات، صح؟ الأطلنطي والهندي. وبالنسبة للون التاني، طبعا في برضو المملكة العربية السعودية فيها نسبة قليلة في المصايد البحرية. بالنسبة للون التاني اللي هو الأحمر، هلاقي مصر رقم 1 في المصايد الداخلية، وراها الإمارات، ثم العراق. يعني من الخريطة دي نقول يكاد يقتصر إنتاج الأسماك من المصايد الداخلية على مصر والإمارات والعراق. طب ده بالنسبة للمصايد البحرية والمصايد الداخلية. لو كلمنا عن إنتاج الأسماك عموما، يعني لو جبنا العمود اللي باللون الأزرق وحطينا فوق منه العمود اللي باللون الأحمر أو العكس، يا ترى مين هيكون أكتر؟ هلاقي رقم 1 على مستوى الوطن العربي هتكون مصر. مصر رقم 1 في الإنتاج السمكي. لكن لو حبينا نتكلم عن إنتاج السمكي المصايد البحرية، مش هتكون مصر، هتكون المغرب. مصر مجموع المصايد الداخلية والبحرية أكبر دولة بتنتج أسماك في الوطن العربي، وإن كان غالبية أسماك مصر من المزارع السمكية.
هيبقى وراها المغرب ثم موريتانيا. ده بالنسبة للإنتاج السمكي في الوطن العربي. طب هل الوطن العربي بيتصدر أسماك للخارج وبيدر عليها دخل أجنبي، عملة صعبة؟ طب إيه هي الدول اللي بتصدر الأسماك؟ هنشوف في الشكل اللي هو قدامكم دوت. عندي رقم واحد المغرب، 40.9% من صادرات الوطن العربي من الأسماك طلع من المغرب، وراها موريتانيا 16.3%، اليمن 15.9%، عمان 13.3%، السعودية 4.6%، تونس 4.3%. دي أكبر الدول اللي بتصدر الأسماك. نرجع بقى لأسباب ضعف الإنتاج السمكي في الوطن العربي. ها، سهل أوي إن إحنا نتوقعها. بدائية الأساليب البدائية التقليدية، لما اصطاد بصنارة مش زي ما اصطاد بشبكة، مش زي ما اصطاد بقارب، بمركب، بسفينة مصنع مجهزة. بدائية الأساليب، إنتاج أقل، سوء استغلال المورد المياه، تلوث المياه، الصيد الجائر اللي بيقوم بيه بعض الصيادين، عدم الاهتمام بالصيادين اللي ترتب عليه قلة عددهم بسبب هجرتهم للعمل في حرف أخرى، فبالتالي عدد اللي بيصطادوا بيقل، عدد الإنتاج هيقل. عندي كمان عوامل تانية طبيعية، منها قلة تعرجات الساحل. ايه قلة تعرجات الساحل دي؟ قلة تعرجات الساحل ديت ما تساعدش على وجود موانئ طبيعية. يعني ايه موانئ طبيعية؟ الميناء الطبيعي دوت بيكون مكان فيه سمك، وفي نفس الوقت ينفع للسفن الكبيرة ترسو فيه، تروح وتيجي، وده ما بيكونش موجود الا ما يبقى خط الساحل متعرج، زي ما هتشوفوا في الجزئية او الرسمة اللي هنعرضها. تمام؟ ده بالنسبة للموانئ الطبيعية. لو الساحل مستقيم، السفينة مش هتقدر تيجي ناحية الشط، لأن لو هتيجي ناحية الشط هتغرز، مش هتتحرك، يبقى لازم تقف لجوه شوية. طب جوه شوية دي البضاعة اللي عليها أو اللي عايزين نحملها عليها هتوصل لها إزاي؟ السفينة بتاخد حجم كبير جدا من البضايع، مش معقول هنخلي فيه قوارب رايحة جاية. فعندي حل من اتنين، يا إما يكون الساحل ده متعرج طبيعيا، هلاقي الساحل متعرج، هلاقي السفينة واقفة في نص المية ونقدر نحط وننزل من عليها، يا إما نعمل إحنا رصيفة صناعية اللي بنسميه ميناء صناعي، وده مكلف جدا. السبب الطبيعي التاني اللي هو ضيق الأرصفة القارية، اليابس اللي تحت المية بنسميه رصيف قاري، بس مش كله، إحنا عندنا مية تحت منها فيه يابس. اليابس اللي بيمتد تحت المية ده لغاية عمق معين، تقريبا كده 200 متر، وتاخدوها السنة الجاية في ثالثة إن شاء الله، امتداد اليابس أسفل المية هي البحار حتى عمق 100 قامة بحرية، 182 متر، أو العمق يكون 200 متر تقريبا. ده بنسميه رصيف قاري. فممكن الرصيف القاري زي ما هنوريكم يكون واسع، لأنه انحداره بسيط تحت المية، فعقبال ما يوصل 200 متر ياخد مسافة، وممكن يكون ضيق، في منحدر قاري انحداره جديد فيبقى ضيق. طب ايه فائدة الرصيف القاري دوت؟ الرصيف القاري دوت بتوصل له أشعة الشمس، بيوصل له ضوء، فبتقوم كائنات دقيقة على عملية البناء الضوئي، تنتج غذائها، يجي السمك الصغير يتغذى عليها، يجي الكبير يتغذى عليه. فكل ما كانت مساحة الرصيف القاري كبيرة هيبقى فيها كائنات دقيقة كتير، هيبقى فيها سمك كتير، هيبقى فيه إنتاج كبير. للأسف كتير من سواحل الدول العربية البحار والخلجان الأرصفة القارية فيها محدودة ضيقة. نرجع مرجوعنا، يلا نربط ما بين الجزئية ديت ومعوقات التنمية. أظن الجوانب الطبيعية اللي هو الأرصفة القارية وكل التعرجات هنحطها تبع محدودية الموارد، يبقى معوقات اقتصادية. هجرة الصيادين معوقات اجتماعية، تلوث المياه اجتماعية، الصيد الجائر اقتصادية، بدائية الأساليب معوقات اقتصادية. أهم حاجة موضوع الربط ما بين الدروس. طيب
عايزين نحط خطط واستراتيجيات بقى لتنمية الثروة السمكية، زيادة الإنتاج السمكي. هناخد من المعوقات ونشوف لها حلول. ها الصيادين بيهاجروا، نهتم بيهم، نعمل لهم تأمينات صحية واجتماعية، ونرعاهم ونرعى أبنائهم. نستخدم أساليب حديثة وأساطيل مجهزة. إيه تاني؟ الجوانب الطبيعية. طب دي نعمل إيه؟ نعمل موانئ صناعية مكلفة، موانئ مخصوصة عشان الصيد. نخلي الساحل متعرج. أنا ممكن أعمل مزارع سمكية. التوسع في إنشاء المزارع السمكية عشان أزود الإنتاج السمكي. أعمل شراكة ما بين الدول. فاكرين التعاون والشراكة الدولية؟ عشان الدولة اللي قدامها المسطح المائي ما يديهاش الإنتاج المطلوب، تعمل شراكة مع دولة تانية تسمح لها إن هي تروح تصطاد في المية بتاعتها، هتزود إنتاجها. دي كده بعض النقط الخاصة بالثروة السمكية. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس الثاني، التنمية الزراعية والحيوانية. فاضل لنا هنذاكر الدرس دوت إزاي، ونتكلم على حاجة قلناها في أول درس خالص، ونكلفكم بطلب، ثم المراجعة عليه بالأسئلة على موقع الليرنينج أبس. واستعدوا إن شاء الله للدرس الثالث، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.